السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. صحة رمضانكم مثل ما عودناكم على متابعة كل ما هو جديد. قناتنا اليوم متواجدة بقصر المعارض وبالضبط في معرض رمضان في القصر. هذا المعرض سيعرف التخفيضات لعديد المواد الاستهلاكية، تابعونا وراح تشوفوا أهم التخفيضات، آراء التجار في هذه التخفيضات ونسبها الكاملة. C'est un marché de proximité و استجابة لوزارة التجارة تاعنا درنا انخفاضات تاع الأسعار بارابور نسبة على واش كان موجود من قبل في الأسعار في أسعار اللحوم الحمراء. وما نساوش باللي هذا شهر رمضان، شهر الرحمة. أول حاجة الإنسان يخمم على المواطن، يفكر في المواطن البسيط اللي ما عندوش القدرة باش يشري اللحم بأسعار كما كانت مع الأول، أسعار باهظة. إن شاء الله نقعدوا بور لو موا دو رمضان، يعني على في شهر رمضان هذا يا شهر الكريم، احنا راح الاسعار تاعنا راح ما تتغيرش، هما الاسعار كما راكم تشوفوا في هنايا 1180 دينار للكيلو، واللحوم تاعنا مستورده من اسبانيا وبرازيليا، وعندنا حتى اللحوم تاعنا لو لوكال لي هذه اليامات دون دو جور بالاك ميم با يفا رونطري لي ماغازان تاعنا. اون بوتيت بريسيزيون، حنا نو سوم لا سال الرحماميت هكذا، باش المشتري الزبون بصفه عامه ما يخلطش مع دوتر بوان دو فونت اللي عندهم الاسم تاع رحمه. حنا لا سال رحمه ميت، سي كوم فو فوايي لو لوغو كي ا اون شان دو بوشري ا ترافير لا ولاية دالجي، اون دوزان دو بوشري بلوس لا ولاية دو ليدا. اي اون كونت اون في ان سو مومون لا اون في ديز ايتود بور سانستالي دون لي ولاية لي ميتروف تيل كو بومرداس تيبازا et Blida, parce que Blida m'a dit que c'est pour renforcer nos opérations commerciales. Et ce شهر, je répète, ce mois de Ramadan, l'insan doit toujours diminuer les prix et réfléchir avec le citoyen, qui a besoin. وهذا الشهر راح يخلص وان شاء الله نكونوا في المستوى مع الزبائن تاعنا. السلام عليكم، مرحبا بكم هنا في المعرض في لاسافاكس قصر المعارض. احنا عندنا المنتوجات اللي هنا عندنا التيزانات هنا طبيعيه 100%، عندنا هنا ثاني الزيتون مخدوم في الدار يعني طبيعي مرقد بمواد طبيعيه 100%. احنا هنا رانا هنا مع على جال المعرض هذايا باش المواطن يقدر يدير التسوق تاعو كامل هنايا باسعار ان شاء الله تكون في متناول الجميع ان شاء الله، ويكون قادر ان شاء الله على شي جوز هذا رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله. بمناسبه حلو شهر رمضان رانا في المعرض في لافوار، كاين تخفيضات وكاين اقبال كبير، مرحبا بهم. وتخفيضات في المجال في متناول الشعب، واجد تخفيضات في العدس، في اللوبيا، في الحميصه، في الرز، كيما في العدس 2000 فرنك، كيما في اللوبيا ثاني كاين تخفيضات، كيما في الحميصه تخفيضات. السلام عليكم، عندنا لي بروموسيون تخفيضات على بمناسبه شهر رمضان. كاين طون كاين 10% يدير 24000 او 21500، والكبيره هذه هي 95000 دير 110000 في ال، وكاين المواطن يجي يلقى كلش ان شاء الله، كاين كلش باسعار مناسبه
وان شاء الله مرحبا بكم كامل. بمناسبة حول شهر رمضان نظمت في قصر المعارض نظيمة رمضان في القصر، كاين منتوجات مختلفة، تخفيضات على كل منتوجات بما فيها المنتوجات اللي رانا نمثلوها اللي هي مطلع أوراكسيما. رانا دايرين تخفيضات توصل 15-48% على كل منتوجات تاعنا، وهذه كامل باش نساعدوا المشتري الجزائري أو الزبون الجزائري، المواطنين اون جينيرال يجوا إن شاء الله يساعدوا، يقدروا يشروا يدوا حاجة دبون كاليتي منتوج بلادي، وإن شاء الله يكونوا كامل فرحانين بها. راكم بازيكوز هنايا، بازيكوز نخدموا لي برودوي هادو، لي برودوي هادو دارينهم من بري اسمها وين انسانين جميل حق يوصلهم، فباسكو ماشي سي با لي ميم بري اللي كاين هنا وكاين برا، هذه من الشركه ديريكت لهنايا باش الناس تنجم كاع تلحق بهم. وصحة رمضان لكم. ورانا بمناسبة شهر رمضان دايرين تخفيضات، المؤسسة تاعنا دي بروشيم دايرة تخفيضات في المنتوجات تاوعها، أهم منتوجات مواد تنظيف، مواد أولية البلاستيك. كما راكم تشاهدوا الأسعار راهي منخفضة، وماذا بينا احنا هاد الزوال يستافد من هاد المبادرة. أنا بودي أن أشكر السلطات على هذه المبادرة اللي قامت بها، وماذا بينا الناس اللي هم يشاهدوا فينا يلتحقوا بهذا المعرض تاع صافاكس ويقضوا حوايجهم يعني بأسعار جد منخفضة. بار اكزومبل كما شفت هنا بعض الأسعار كانت في متناول الجميع، فيها يعني انخفاض بارابور البرا، وكاين بزاف الناس اللي معنا بالهمش باللي هذا المعرض يعني راهو فتح ابوابه كيما نقولوا احنا بالدرجه الزواليه. انا نقول لهم ماذا بكم تلتحقوا وتشتروا المنتوج وتشجعوا هذه المبادره، وماذا بنا هذه المبادره كيما هذه ما تكونش غير في سيدنا رمضان، بما ان سيدنا رمضان هو شهر الرحمه والتوبه والغفران. ماذا بينا هذه المبادرة تعمم في جميع يعني المواسم، والزوالي يستفيد منها يعني طول الموسم. وحبيت نشكر السلطات اللي قاموا بهذه المبادرة، يعطيهم الصحة، اللي خموا في هذه الزوالي اللي حقا حقا ما يقدرش سومة غالية برا، ما يقدرش يشريها برا، ويجي لهنا يشريها بسومة رخيصة يعني ثمن رمزي بارابور على برا. ولا غير كما شاهدت هنا وجيت تقضي دوكا مع زوجة والعائلة، يعني حاجة مليحة بزاف بزاف. السلام عليكم، مرحبا بكم، رانا هنايا اليوم في لاصافيكس. كيما على بالكم رانا دايرين الطبعة الرابعة للصالون رمضان في القصر. كيما راكم تشوفوا دوكا رانا في لو ستون تاع كوميدي فود، نخدموا لي برودوي ليتي تو سكي فروماج ليون بودغ اكسيتيرا. انا دايرين تاني بروموسيون دو 10 à 15%، دونك حتلقاو لي بري دو غرو على جال شهر رمضان الفاضل. فوالا رانا هنايا حتى ل 5 افريل ان شاء الله. مرحبا بكم. مثل ما شاهدتم كانت هذه اهم الاسعار لبعض المنتجات من قصر المعارض الصافاكس. الى مواضيع ولقاءات قادمه، سلام. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.